تتوالى ردود الفعل على قرار رئيس تيار المستقبل سعد الحريري تعليق عمله السياسي وعدم الترشح للانتخابات النيابية. رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل كتب: في حدا اختار يتعاقب حتى يمنع الحرب الأهلية، وفي حدا وافق ينسحب حتى ما يسمح بالحرب الأهلية، بس في حدا مصمم يعمل الحرب، ومش مهم إذا طعن حليفه بالظهر أو خان تفاهم لمصالحة تاريخية، المهم ينفذ أجندة خارجية وتوقع الفتنة بلبنان. الخيار هو بين ميليشياوي مهووس بالحرب وابن دولة يعمل لمنعه. مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان رأى من جهته أن الخطوة التي أقدم عليها الرئيس سعد الحريري أمر مؤسف يبعث على الألم بعد الجهود التي بذلها في مهامه الوطنية وعلى مدى سنوات عديدة بتعاونه الدائم مع دار الفتوى التي كانت وستبقى حاضنة لتطلعات أبنائها وأمال اللبنانيين جميعا في نهوض وبناء الدولة ومؤسساتها. وأبدى دريان قلقه مما يجري على الساحة اللبنانية داعيا إلى مزيد من وحدة الصف الإسلامي والوطني، وأكد أن علاقة لبنان بالأشقاء العرب وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمها السعودية يجب أن تكون على أفضل وأرقى مستوى. وأمام وفد من نقابة المحررين أسف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لقرار الحريري: هذا الأراء وما كنت منتظره شخصيا، لأنه أولا هو شخصيا الرئيس سعد الحريري عنده شخصيته وعنده دوره وعنده اعتداله. نحن ما فينا ننسى السنوات اللي فيها هو كان مسؤول وكان دائما ماشي بخط مرحوم والده، خط الاعتدال. وما كنت منتظر كمان أنه هذا الشيء يثير كمان كل تيار المستقبل الانكفاء. هيدا اكيد انا هول اول وهله بعتبره انه هيدا كمان بيخلق خلل بالمكون اللبناني. النائب جميل السيد كتب عبر تويتر: باختصار لو نأى بشخصه عن الانتخابات وسمح لتياره بالترشح لما اهتم احد في الخارج. واضاف: أما وأنه منع الكل فهذا في نظري سيؤثر في نتائج الانتخابات التي تهم أمريكا، مما سيجرها للضغط على السعودية لترضى بعودته. وأردف السيد: هي لعبة سولت حتى انتهاء مهلة الترشح في 15 من أذار، قد تعيده أو تنهيه. رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب رأى أن قرار خروج الحريري ليس ذاتيا بل خارجي، انتظر سقوط الأربعة الآخرين كل بطريقة ما. القرار كبير والتطورات الآتية مرعبة، لكن نهوض لبنان مؤكد بعد مخاض صعب جدا. وكان لافتا تعليق عقيلة الحريري لارا العظم التي نشرت على حسابها عبر تطبيق فيرو صورة للرئيس الحريري وكتبت: الله يعزك ولا يعز عليك، كفيت ووفيت أبو حسام، الحمد لله.